بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي قناة سهيل أينما كنتم، أهلا بكم في نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين. نقتل أفراد أسرة في اشتباكات بين قوات اللواء 33 مدرع ومسلحي الحراك. وقفة احتجاجية لملاك المحلات التجارية بساحة التغيير للمطالبة برفع المخيمات. أهلا بكم. لقي أفراد أسرة كاملة مصرعهم في محافظة الضالع بقصف مدفعي طال عددا من المناطق في تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات اللواء 33 مدرع ومسلحي الحراك الجنوبي مساء أمس. وقال مصدر محلي إن قذيفة دبابة سقطت على منزل المواطن ياسين علي حسن في منطقة المطار خلف دار الحيد، ما أدى إلى مقتل كافة أفراد الأسرة. ولاقت الحادثة استياء واسعا في أوساط المواطنين باعتبار أن القصف كان عشوائيا من قبل قوات اللواء 33 مدرع، ولم يفرق بين المنازل الآهلة بالسكان وبين مواقع المسلحين. وتأتي هذه الجريمة بعد أيام من فاجعة مخيم العزاء في سناح، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح. قتل الضابط باسل محمد صالح مثنى برصاص مسلح ظهر اليوم السبت بحوطة لحج عندما كان عائدا إلى منزله. وقال شهود عيان إن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق النار على الضابط باسل محمد ولذا بالفرار. هذا وكان المواطن عبد عثمان عمودي لقي مصرعه في منطقة الحمراء القريبة من الحوطة عاصمة محافظة لحج إثر إطلاق نار عليه من قبل أشخاص مجهولين. ناشد اتحاد محلات ساحة التغيير بصنعاء وسكان حي الجامعة حكومة الوفاق بإزالة الخيام وفتح الشوارع وصرف التعويضات الخاصة بهم، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أعضاء الاتحاد أمام منزل رئيس الجمهورية. وأوضح المحتجون أن ما يحدث في حي الجامعة اليوم لا يمت للصالح العام بصلة، معتبرين وجود هذه الخيام بعد رفع كافة المكونات الثورية لمخيماتها بما مثابة استغلال من قبل القائمين عليها وتكدير للحياة العامة للمواطنين من أبناء الحي. ودعا الاتحاد جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى مساندة مطالبهم حتى نيل حقوقهم المشروعة. المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتعويض أبناء حي الجامعة، حيث أن وزير المالية قد رفض رفضا مطلقا هذا القرار، لا ندري ما هو السبب. كما أننا نطالب رئيس الجمهورية ببسط نفوذ الدولة في حي الجامعة، حيث أنه لا يوجد لدينا لا رجل مرور ولا يوجد أمن ولا يوجد أي مقاومة الدولة. فالحوثيون مغلقين لشوارعنا إلى الآن، نحن الآن في العام الثالث والحوثيين ما زالوا رفضوا أن ينجحوا بخيامهم. نطالب أول قبل كل شيء برفع المخيمات من الساحة، حيث نحن متضررين، لا حركة سيارات، لا حركة أمن، لا حركة مرور، لا يوجد عندنا إلا هؤلاء الباقين، حتى إن الطلاب لا يدخلوا من هذه الجهة، لا طالبات ولا طلاب لم عاد يدخلوا من جهة الجامعة. ثانيا نشتي فرض الدولة على كل شبر في اليمن، وهذه كيف داخل العاصمة والدولة غير غائبة عنها. وجه رسالة للأخ الوالد عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية والأخ سالم باسندوة، وأقول لهم وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. نحن احتضننا شباب الثورة وضحينا وعلينا تراكمات تجارات وكل شيء، والآن ما زالت الخيام موجودة تمام. وأقول نحن لن نرحلهم كما رحلوا أبناء دماج، نقول لهم كفى كفى ارحلوا.
هذا وقد رصدت كاميرا سهيل آراء ومطالب أصحاب محلات حي الجامعة المتضررين من بقاء بعض المخيمات المعيقة لحياة سكان العاصمة عامة ولأهل الحي خاصة، وذلك على الرغم من سحب معظم شباب الثورة والمكونات السياسية خيامهم منذ قرابة العام. واحنا الحمد لله كان في شغل أيام الناس والاعتصامات والكذا والحركة، بعدها خلاص الشغل مات. الملاك يعني كل واحد كما يقولون ضغط على المستأجرين، يشتي إيجارات، يشتي كذا، يشتي. الخلاصة أنه وصلنا إلى حد الإفلاس، فطالبي رفع هذا الخيام اللي الناس كلهم مضررين، المحلات والبيوت وكل الناس، يعني هذا مطالبنا، ونطلب من الدولة تعويضنا التعويض العادل. المشكلة ان احنا نعاني من الخيام، سبب الخيام المحلات تضررت، الدخل ما عفيش، الايجارات تراكمت علينا والكهرباء، فلذلك نطالب برفع الخيام والتعويضات. احنا متضررين من الخيام والاضرار البالغة التي انتكبنا فيها من السنة الماضية الى التاريخ، ونطالب برفع الخيام وتعويضنا الخسائر الذي نطالب رئيس الجمهورية بتعويضنا بالخسائر التي لحقتنا من جراء الخيام هذا. أقيم اليوم في تعز حفل تسليم جائزة المفسبك المثالية، وفاز بالمركز الأول فيها الناشط المعروف سالم عياش. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. لأول مرة في اليمن جائزة وتكريم للمفسبك الأول لعام 2013 ميلادية. جاءت فكرة المفسبك، اختيار جائزة المفسبك المثالي لأن صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير على الرأي العام ولها تأثير على المواطن البسيط. سالم عياش صاحب المليون لايك الشهيرة الحاصل على المركز الأول بعد تنافس مع آخرين. تغمر لي السعادة حقيقة لأنني أرى الآن أهمية الفيسبوك على مستوى اليمن بشكل عام، وإن شاء الله سيكون على مستوى العالم بعد أيام وبعد أعوام بإذن الله. الفيسبوك لم يكن له حكومة ولا له مشجعين ولا له أي شيء، حاليا بدأ الفيسبوك ينهض بالمجتمع ويربي أبناء المجتمع ويحفز الناس على العمل في الفيسبوك وعلى إنشاء قنوات إخبارية خاصة بهم وعلى إنشاء صحف خاصة بهم. تحول كبير من قبل المجتمع للاهتمام بالوسائل الجديدة، وحضور من قبل المهتمين والجانب الرسمي، وتكريم للثلاثة المراكز الأولى التي نالت أكثر الأصوات. الفيسبوك أصبح نظام الكل يحرص على التواجد فيه، وأصبح وسيلة إعلامية يتم ترويج لها ربما أحيانا أفضل من القنوات التلفزيونية، فلا أحد الآن يستهين بدور الفيسبوك لأنه من خلاله يمكن إيصال مئات وآلاف بل وملايين الرسائل التي يمكن إيصالها. يقول الكثيرون بأن المستقبل للإعلام الجديد، وهذا ما يشهده المجتمع، زحف ناعم نحو الإعلام الإلكتروني، فهل سيصبح التلفزيون والصحف والمجلات تاريخهم من الماضي؟ محمد يوسف لقناة سهيل تعز. أقيمت اليوم في تعز دورة تدريبية حول إدماج احتياجات الشباب والنساء في السياسات العامة على المستوى المحلي بمديرية شرع برونة، وتطرق المشاركون في الدورة إلى المعوقات المؤثرة على تحقيق فاعلية إدماج النساء والشباب في مستويات صنع القرار على المستوى المحلي. التقى يوم أمس عدد من أعضاء المجلس المهري بمحافظة المهرة بالمواطنين في مديرية المسيلة منطقة العيص لشرح رؤية المجلس المطالب بتقرير المصير لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى. وتحدث علي عيسى القميري مستشار رئيس المجلس المحلي للمواطنين عن الخطوات والترتيبات التي قامت بها اللجنة التحضيرية لمؤتمر المهرة والتي انبثق عنها تشكيل المجلس المهري، وكذا الاستطلاع الذي قال إنه بمثابة تقرير المصير لبناء دولة مستقلة للمهرة البر وسقطرى. وتأتي هذه الدعوة في إطار الدعوات التشطيرية التي يطلقها البعض هنا وهناك ضمن المساعي الهادفة لزعزعة استقرار اليمن وتفتيت وحدة أراضيه. فليجيب البديل وأن يثبت ما يبطل وما يقلل. قالوا بقينا للخروج.
دشن وكيل محافظة مأرب الأستاذ عبدالله الباكري حملة نظافة بمنطقة المطار مدينة مأرب، وشارك في الحملة عدد من الشخصيات الاجتماعية وأبناء المنطقة. وأكد الباكري في كلمته التي خاطب بها أبناء منطقة المطار أن المسؤولية مشتركة بين المواطن والسلطة المحلية، مشيرا إلى أن المنطقة ظلمت خلال الماضي كما ظلمت محافظة مأرب، وأن السلطة المحلية بصدد تنفيذ مشروع سفلتة الخط الدائري الذي يعبر من المنطقة، بالإضافة إلى تدشين مشاريع أخرى كالفصول الإضافية بمدرسة الشعب. أقام اتحاد نساء اليمن بتعز ورشة عمل عن دور القضاء في تحقيق ضمانات حصول النساء للعدالة. الورشة أقيمت في مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة، وحضرها العديد من القضاة والمحامين والنساء، وذلك ضمن مشروع الحماية القانونية والمناصرة. أقدم طلاب كلية الطب جامعة ذمار مستوى خامس على حرق بالطوهات وملازم الدراسة، وذلك احتجاجا على استمرار تعليق الدراسة من قبل دكاترة الكلية. وأفاد أحد الطلاب أن سبب إيقاف الدراسة من قبل الدكاترة قيام بعض منتسبي منتدى الجامعة بالإساءة لهم ورفض رئيس الجامعة الاعتذار وإحالتهم للتحقيق، ما جعل الدكاترة يعلنون تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى. عقدت جمعية الأقصى لقاء موسع للمندوبين والمندوبات في محافظة ذمار. اللقاء جرى فيه الاطلاع على المستجدات على الساحة الفلسطينية وما يعانيه أهالي غزة من معاناة قاسية جراء الحصار الإسرائيلي واستمرار إغلاق معبر رفح. وقد كرم فرع الجمعية المندوبين بشهادات تقديرية لجهودهم في العمل الخيري. وقد حضر اللقاء رئيس الهيئة الإدارية بالفرع أحمد لطف الثلاية والأمين العام الدكتور يوسف الرخمي. أقام اتحاد استشاري المشاريع الصغيرة والأصغر حفل توزيع شهادات التخرج على المتدربين في برنامج تأهيل استشاري المشاريع الصغيرة والأصغر. واستمر البرنامج التدريبي لبضعة شهور، واستهدف 90 مشاركا من أجل رفع القدرة الإنتاجية في المنشآت للممثلين لها وللأسهام في التنمية الاقتصادية. أقامت دائرة الإعلام والثقافة بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة اليوم دورة تدريبية في التحرير الصحفي والوسائط الاجتماعية لبناء مهارات مسؤولي إعلام المكاتب والقطاعات. وتهدف الدورة إلى تنمية القدرات الصحفية والإعلامية لدى الكادر الصحفي. شارك في الدورة 30 مسؤول ومسؤولة يمثلون مختلف مكاتب وقطاع الإصلاح في أمانة العاصمة. وتلقى المشاركون في الدورة محاضرات في الرسالة الإعلامية والبيان الصحفي والتحرير الصحفي للأخبار والتقارير، ومحاضرات في الإعلام الاجتماعي والسياسي وفنون التصوير الفوتوغرافي والفيديو. ودرب في الدورة المدرب الصحفي رشاد الشرعبي والمصور محمد العماد. الصحفية والإعلامية لدى الكادر الوافدة إلى مجال صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى ربط فكرة ربط الصحفي بفكرة التأهيل والتدريب المستمر على امتداد مشواره المهني. اختتمت بمنطقة باكبيرة بمحافظة شبوة بطولة الفقيد لملس لكرة القدم للفرق الشعبية، وجمعت المباراة نهائية فريقي باكبيرة والصحيفة، وانتهت بفوز فريق الصحيفة بهدف وحيد. وحضر المباراة عدد من القيادات الرسمية والشخصيات الاجتماعية وعدد كبير من مشجعي كرة القدم. وأكدت السلطة المحلية بالمحافظة دعمها المستمر لإقامة مثل هذه الأنشطة الشبابية التي نالت اهتماما كبيرا في مختلف شرائح المجتمع.
استقبل المئات من أبناء مدينة القاعدة اليوم فريق تضامن القاعدة والذي تأهل لدوري الدرجة الثانية عن تجمع ذمار بعد فوزه على سنبان ذمار بثلاثة أهداف نظيفة، وعبر المواطنون عن فرحتهم بتحقيق التضامن لهذا الإنجاز الرياضي الكبير. وقال رجل الأعمال يونس القباطي إن الاستقبال عبارة عن هدية لنجوم الأصفر على المجهود الذي بذلوه. مشاهدينا، بقي أن أذكر بأبرز العناوين. مقتل أفراد أسرة كاملة في اشتباكات بين قوات اللواء 33 مدرع ومسلحي الحراك. وقفة احتجاجية لملاك المحلات التجارية بساحة التغيير للمطالبة برفع المخيمات. وفي الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.